قولي حدث الساحقة، شو الحدث الجديد حبايبنا؟ شو هيدا هيك شو هيك؟ هلو ليديز اند جنتلمان حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا حلالات. وعجبنا تغزونا بصحزح جديد. اوكي حبيبي، والله مثل ما انتم شايفين يا ستير عندنا هون نرد الساحقة. تمام صراحة شبه هالسكنات، انا مفكر رح ينزل بشي حاضن، يعني شكلهم شكل سكنات حاضنة. تمام بس رح نشوف مع بعضنا حبايبنا الكرام قبل ما ندخل على الحدث يا اسطير. لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ارتسلوا باللايكات والشيرات والبارتاجات يا حلوين، واهلا وسهلا بكم حبايبنا. اوكي شباب خلينا ندخل نشوف شباب. تمام الحدث طبعا شباب، خلينا ندخل على هذا المتجر هذا، نشوف اشكال السكنات هذول معلم. اوكي طبعا هون انا مثل ما انتم شايفين. اوكي شو هذا؟ تمام تمام تمام. طبعا حبايبنا هون عندنا هذا السكين الاغلى واحد فيه 300 نجمه، عندنا اللي بعده فيه 250 280. طبعا شباب اشكاله مثل الحاضنه يعني بالنسبه لي، يعني هي كانت مفروض كانت لازم تنزل بحاضنه بس ولكن نزلوه هيك معلم. اوكي حبيبي والله. اوكي يا ساتير الان خلينا ندخل نبلش نشوف حظنا شباب. طبعا ان شاء الله يطلع لنا هالضربات العشرات الموجودات في وقت، نجيب نحاول نجيب اغلى واحد ونجرب شباب كلهم حلوين وبيستاهلوا. نشوف معلم، خلينا نجرب ليتس جو. قام باول 5 رميات شباب ب 100 جوهره. شباب ليش انا حاطط لا ما في على التخفيض يا زلمة. وات حسب الساعة تغلق. لا طلع لي سكين ثواني شباب، طلعت لي السكين ولا شلون؟ يا ربي شو عم يصير حبيبي؟ والله لك شو عم بيصير شباب هالايام؟ شو عم بيصير داخل الله؟ شو عم بيصير لك شباب؟ اقسم بالله شو عم بيصير حبيبي؟ والله شو عم بيصير يعني حبايبي؟ والله الصراحه ما عم بفهم شو عم بيصير بهذاك الفيديو اللي فات اللي قبل اللي فات وهذا هيك يا معلم. حبيبي والله حبيبي والله انت مانو. لا يا اساطير مش ممكن شباب، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. اول سكين واغلى واحد طلع لي اياه ب 100 جوهره. شباب عم يتفرجوا علينا الان شباب حبايبنا، الله يسعدكم يا رب. لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات شباب. الصراحه ما 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 بعرف ما بعرف ما بعرف, ما بعرف شو بدي اقول. اوكي شباب خلي هذا على الجنب. تمام ندخل نشوفه بعد شوي. اوكي يا اساطير حبيبي والله اقسم بالله شباب، يعني الصراحه ندخل يعني ندخل على هذا الحاضنه هي الحدث معلم. الحزم هذول نشوفهم مرة ثانية حبيبي والله 13. اوكي عندنا هذا، شوف ثواني، عندنا هذا الازرق البنفسجي والاخضر. خليك نرجع حلو شباب. اوكي انا لنشوف اذا راح نكمل ونشوف حبايبنا. خلي كل شيء على حاله شباب، خلي كل شيء على حاله شباب، خلينا ندخل نجرب السكين اول شيء نشوف شو شكله. يعني صراحة هذا معلم بالنسبة لي هذا احلى واحد صراحة، هذا اللي حصلت عليه يا شباب، هذا احلى واحد بالنسبة لي يعني الصراحة، يعني ها يعني حبيبي والله اقسم بالله شباب تزويد يعني احلى واحد بيناتهم كلياتهم. انضم الى القتال اوكي الاسطورة. شكلها شكل يعني ثواني يا شباب نجرب شيء، هل يا ترى هذا بيصير للبنت ولا لا؟ انا اكيد منكم كثير من البنات عم يفكروا بهذا الشيء. هذا السكي بيصير للبنات. اوكي حبيبي والله بيصير للبنات كمان يعني رح نجربه. خلينا ندخل نجرب هيك بشكل سريع نشوف شكله بسكين البنات. تمام حبايبي شوف السكين كيف شكله بالنسبه للبنت او بعض الشباب. لا لا صراحه معلم انا هذا سكين يعني لا 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 اليوم يا الله مصلي صلوا على الحبيب الله يسلمك، صلوا على الحبيب حبايبنا التمانو حبيبي والله. بالنسبه لهذا السكين شباب هذا الاغلى واحد. تمام والله الصراحه يعني في اشكال حلوه يعني شيء جديد يعني اتس اوكي. سكين الصراحة شباب ميت جبته ما بعرف قد 100 جوهرة جبته ولا شلون يا ربي حبيبي والله جبت اغلى واحد 100 جوهرة شباب. اوكي هذا بالنسبة للبنت شباب، خلينا ندخل نشوف نجربه بالنسبة للشاب. تمام تعالوا نجي لهون على الشخصية شو كنت حاطط انضم الى القتال. خلينا ندخل نشوفه شباب شكله بالتدريب يعني شباب يعني عن جد او ماي جاد حبيبي والله. شباب صدقوني بتظبط القهوه كنت وكل شيء لولوز. هلو 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 يلا روح حبيبي والله يهي يا سلام عليك. 100 جوهره شباب 100 جوهره شباب. تعال ندخل نجرب شباب باللعب كيف شكله باللعب. تمام
فرشت. طبعا هذا شباب هذا انا حاسس شكك انه فيه خاصه بيخفي الحقيبه تمام، بس بقول لك يلا بعد شوي ندخل شوف الشعرات سكين فرد يعني شوف العنصر بيناتهم معلم سكين بتجيب هيد شوت حبيبي والله. طبعا شباب نزلتكم مقطع جد امبارح شباب بجيم بلاي اسطوري شباب، بتمنى من كل اسطوره شباب اللي ما شاف المقطع يروح يشاهده على اليوتيوب حبايبي. اوكي ثاني يروح لهذا بتاع ثاني يروح كريستيانو مو هيك؟ ثاني يروح كريستيانو مو هيك يا وال؟ يا الله دمي ثلاثة شباب، دمي ثلاثة حزن ما بيشوفوني اقسم بالله. والله دمي ثلاثة معلم. جوكر. علوبي. دمي ثلاثة اقسم بالله شباب. طلع دمي ثلاثة يلا. يا ربي. لا لا لا. لا خلص متنا معلم متنا. متنا. اوكي شباب خلينا نطلع شباب هيك نشوف السكين شباب هيك بس والله صراحة شباب يعني انا اغلب واحد يعني هو عجبني اكثر واحد فيهم يعني نرجع ندخل نفرجيكم شباب الصراحة يعني الصراحة شباب اشي باللوز سوينا شوي نروح ندخل على نرد الساعقة شباب حبيبي والله يعني شباب الصراحة حبيبي والله خلينا نتحمل مجرمة ثانية نشوف شباب طبعا هذول والله يعني ممكن شباب من بعد يعني اجيب الازرق او الاخضر تمام، بس ولكن شباب مؤقتا راح نبقى هذا الاحمر تمام. اوكي عن جد شكله حلو شباب يعني مبين شباب مبين حبيبي والله حبيبي والله معلم حبيبي والله. ادخل على الشخصيه معلم ادخل شوف العناصر واحده واحده. اوكي عندنا هون الشعارات شباب عندنا هون الشعارات يا اساطير عندنا هون هذا القناع معلم حبيبي والله. هل يا ترى له وش هذا مكياج ما مكياج؟ اوكي شباب مثل ما قلت لكم شوف هذا الحقيبه يعني بيخفي حقيبه الظهر المخفيه يعني شيء تمام هي بالنسبه لل بس ولك شباب حابب اشوف البنطال اللي سوا شوي خلينا بس نشوف البنطال شباب شكل البنطال كيف بيكون تمام حط له بس هالجسم. لا والله صراحه شباب شكل البنطال حلو بالنسبه للحذاء مو هالحذاء يعني اللي دائما بيعملوا لنا اياه حذاء قد راس اكبر مضغوط فهمت علي كيف؟ طلع كيف شباب حبيبي والله تمام 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 لوز 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 يا اساطير ثواني شباب بشرب شربة قهوة اقسم بالله شباب كثير مبسوط شباب يعني هالفترة اوكي يعني يا باللوز والله باللوز اوكي شباب طبعا شباب انا شباب انا ما برتاح لما يعني شباب بعد ما سكر التطوير يعني فرت سكر كل الاشياء تمام لازم اجرب لازم ادخل اجرب شباب لازم ادخل اشوف هيك لازم لا بس شباب الصراحه يعني ما بقدر لازم ادخل اجرب واشوف الاوضاع سو حبايبنا الله يسعدكم يا رب هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم شباب يعني يا حبيبي والله باللوز ان شاء الله عجبكم اللايف وال كل الاشياء البلوزيه حبيبي والله بنشوفكم على خير اتمنى لكم يوم سعيد ونقلكم سلام عليكم حبايبنا.